بنصبح على حضراتكم، لكن خلونا في البداية كده نستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية على الكوبري، ده بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر. الطريق كمان بيشهد كثافة مرورية أيضا. نروح مع بعض شارع رمسيس اللي بيشهد الشارع كثافات مرورية هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة، لكن بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. بالنسبة لشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر اللي بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. ونكملين معاكم جولتنا ونروح محافظة الجيزة. الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات، ده بالنسبة لمحور كمان 26 يوليو المتجه لأكتوبر بيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين في بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. ونروح مع بعض لشارع الهرم واللي بيشهد أيضا كثافات مرورية نسبية، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، هتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابا، لكن محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ونروح معاكم لمحافظة الأسكندرية، وطبعا في كثافة مرورية عند كوبري استانلي وعلى طول الكورنيش، في كمان كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعهم مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. ومكملين جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية. على طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية.